يقول السائل: كنت محرما بالعمرة، وعندما دخلت إلى الحرم كان أحد الإخوان يوزع العطر على ظاهر اليد للناس، فمددت يدي فوضع لي عطرا مع أنني كنت ناسيا، فما الحكم؟ لا حرج عليك ما دمت ناسيا، لا حرج عليك، لكن عليك أن تبادر إذا فعلت هذا وأنت محرم ناسيا وتطيبت. الواجب عليك إذا ذكرت أن تغسل الطيب، أن تبادر بغسل الطيب من ثوبك أو من بدنك، ولا حرج عليك في النسيان. نعم.